بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي الكرام، أهلا بحضراتكم في رحاب رحمة الله تعالى، ونحن نعيش دائما تحت رحمته وفوق أرضه، وكفى به رحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، نسأل الله تعالى أن يصلي على محمد وآل محمد في هذه الأمسية المباركة. وباسمكم جميعا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، نرحب بضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله سماحة السيد. إخوتي الكرام، بعد ربما 12 دقيقة من الآن بإذن الله تعالى رح نستقبل مشاركاتكم، اتصالاتكم، أسئلتكم من خلال الأرقام اللي رح تظهر أسفل الشاشة بإذن الله تعالى، وأيضا الرسائل الصوتية من خلال تطبيق المجيب الموجود أسفل يمين الشاشة بإذن الله تعالى. تخلون كاميرا الجوال، كاميرا الموبايل على الكيو آر كود، وتقدرون أن تبحثون بالأسئلة أو تبعثون أسئلتكم من خلال الرسائل الصوتية في أي موضوع تودون. وإحنا نحب أن نركز في هذه الحلقة عن موضوع مرتبط بغلاء المهور وتعنت الوالدين أحيانا فيما يرتبط بالزواج. فإن أحببتم أن تركزوا معنا على هذا الموضوع فنرحب بأسئلتكم فيه إن شاء الله تعالى. سيدنا الكريم، هذا الموضوع كأنه لحد الآن يشكل عائق أمام حالات كثيرة من التزويج السليم والمناسب، وحضرتك أعرف بكثير لأنه تردك الكثير من الاتصالات الشخصية أو حتى في البرامج عن هذا الموضوع. تفضل الكلمة لك سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال الزواج عقدون. نعم. كأي عقد، كالبيع والشراء. البيع والشراء عقد من العقود، تدخل في معاملة وتشتري سلعة وتدفع ثمنها. نعم. والزواج والنكاح أيضا عقدا من العقود، هناك شيء تشتريه وتدفع قيمته. ما الذي أشتريه؟ الرواية تقول تشتري بضعها، البضع بمعنى الاستمتاع. نعم. فأنت تملك الاستمتاع وحق الاستمتاع منها. نعم. ولكن بإزاء ثمن. حتى أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلم عليه، قال يا مولاي أريد الزواج، فالإمام بارك له فقال هل لي أن أنظر إليها؟ هل لي؟ نعم. أن أنظر إليها؟ أن أنظر إلى محاسنها؟ شعرها، رجليها، يديها، يعني يشوف حسب تعبيرنا نحن النجفيين يريد يقلب السلعة. نعم. فالإمام أجابه بجواب جميل، فقال نعم، إنما تشتري بأغلى الأثمان. أنت جاي تدخل معاملة، المعاملة لا بد طبعا لا تشتكلون لين أكون هناك إشكالات. وأنا ريت أتوقف كثيرا عند كلمة حق الاستمتاع وعند كلمة السلعة. بلي بلي، عندي أنا كلام. نعم. فلا تحكموا على بداية كلامي، فالقضية هي قضية على حال عميقة. نعم. فيما يرتبط بمسألة المعاملة، المعاملة هي عقد، والعقد بين الزوج والزوجة. المعاملة هي أنه هي تملك بضعها، تملك حق الاستمتاع، هي حليلتك، ولكن تطلب مهرا، والمهر على حال طبيعي. أما قد تسأل سيد، الحياة الزوجية كل هذه، الحياة الزوجية هي استمتاع وشهوة وكذا؟ الجواب جزء كبير منه هذا، جزء كبير، يعني 70 إلى 75%. نعم. من العلاقة الزوجية هي الاستمتاع. نعم. وإشباع الغريزة الجنسية. نعم. ويأتي تأتي النسبة الأخرى والحصة الأخرى
وهي التناسل والتكاثر وحفظ النوع البشري وبناء المجتمع الإنساني بلا إشكال. ولكن إن لم تكن العلاقة الجنسية علاقة وطيدة وجميلة وهادئة ومستقرة فكل شيء لا يحصل، يعني لا تحصل السعادة ولا يحصل الوئام ولا يحصل التفاهم، وفي النهاية تنتهي القضية إلى مشاكل. فلذلك نعتقد أن الأنس، الأنس الروحي والأنس العاطفي يلعب دور كبير جدا كبير جدا. ولذلك أنه شوف الآيات الكريمة وجعل بينهما مودة ورحمة، مودة يعني المحبة والحب. نعم. ففي واقع الحال هذا، فأنا كيف أستطيع أنه أتعلق بزوجتي؟ الجواب بطريقة تعاملها معك، كيف هي تتعلق بي أنا بحسن معاشرتي معها. هذه العلاقة البينية هي اللي تكون العلاقة الصحيحة التي يعبر عنها القرآن الكريم أنها سكن، سكن لكم، أو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس يعني إيش؟ يعني الستر، يعني عدم الفضيحة، يعني عدم السقوط في الرذيلة، هي تسترني وأسترها. هذا في واقع الحال هي ضمن آداب وأحكام الإسلام. نعم. يأتي أنه على أي أساس أنا أشوفها؟ طبيعي أريد أعيش ويا إنسان، لابد أن أعرف معالمه، أعرف جماله، أعرف خصاله، وهو كذلك هي أيضا لها حق أن تنظر إلي وعلى حال تجلس معي وتبحث معي قضايا المرغوب وغير المرغوب. بس مو سرا سينا. لا لا لا، سرا يعني شنو؟ يعني مو بعيدا عن الأهل. لا خلي يعني جالسين بعيد ولكن باب مفتوح يعني. عفوا قصدي سيدنا مو بدون علم الأهل يعني. نعم. مو بدون علم الأهل. يعني بدون علم الأهل بلا أشكال أن الأهل يكونوا يعرفون جيد ممتاز، ويكون باتفاق الأهل هذا أمر طيب. ولكن إذا شخص قال بيني ما بين الله أنا أريد أتزوج هذه الفتاة، يا أمة الله، يا زميلتي، يا ما أدري، يا أختي في العمل، أنا أريد أن على حال أنتسب لك أو أنه أطلب يدك، فإذا أكو مجال حتى نتكلم، فما في مشكلة. نعم. بكل المعايير الصحيحة وعدم الوقوع لا أشكال في ذلك. نعم. أن لا تكون ريبة ولا يكون هناك انحراف، ما في مشكلة. أكو حدود للكلام سيدنا. بلا أشكال حدود للكلام، يعني شنو؟ أن تكلم كل شيء بلا ريبة ووقوع في الحرام. نعم. الريبة والوقوع في الحرام هذه فيه مشكلة. أما تكلم شنو المشكلة يعني؟ والناس يتكلمون في الأسواق كل شيء، ولكن أن لا يكون هناك نوع من حسب تعبير بعض الروايات، أن لا يكون هناك حسب تعبير شنو الرواية، أنه أن لا تخفض أو هالشكل، خفض الصوت أو ليونة الصوت أو شيء من هذا القبيل، يعني الغنج واللنج إن صح التعبير، هذا لا يصير. ترقيق بالصوت، ترقيق بالصوت وغير ذلك. على أي حال القضية ولا يخضعنا في القول فيطمع الذي. نعم. ولا يخضعنا في القول، هذا اللي أريد أقوله. نعم. الخضوع الخضوع بالقول بهذا المعنى، على أنه تدلل وتدلع وتتمايع هالشكل. نعم. فهذا غير صحيح. زين سيدنا، المهور شنو؟ المهور على حال حق كما قلت، حق للمرأة أو للزوجة تأخذه، تريد هي على حال تأخذ قليل، تأخذ كثير، تأخذ مؤجل، تأخذ نقدي، كيف؟ هذا حق. هي اللي تحددها مو أهلها سيدنا. بل هي اللي تحدد، ولكن اللي صار في المجتمع أنه اتفاق الأهل والكذا، واضح، ولكن هي اللي صاحبة الحق، يعني لا أحد يشاركها هذا الحق. نعم. للوالد ولا الوالدة. ولكن نجي إحنا كتعاليم الدين أنه يا بنتي هناك استحباب كبير على أنه لا تكون المهور غالية، لا تكون المهور عالية،
لأنه هذه على حال تعرقل مشروع الزواج وتأخر مشروع الزواج للشباب، وهذا بحد ذاته هي أزمة، أزمة عدم الزواج وصعوبة الزواج بالنسبة للشباب يفتح باب مفاسد كثيرة. ولذلك النبي الأعظم عندما يقول من تزوج فقد أحرز نصف دينه. نعم، شوفوا نصف دينه اللي قلت أنه نسبة كبيرة قضية الجنس. نعم. رواية أخرى، عفوا رواية أخرى، من تزوج فقد أحرز ثلث دينه، فليتق الله في الثلث الأخير. نعم، يعني 30% اتقي الله، ولكن البقية هي هذه الزواج حصان إنصافا. ولذلك احنا ندعو الشباب السرعة في الزواج والعجلة في هذا الأمر، لا يسمعوا كلام الآخرين على أنه ها الزواج مبكر وكذا، هذا ليس صحيحا، وإنما لابد أن يعجل الشباب والأخوات في هذا المشروع المهم، ولكن قلت باختيار دقيق بدون عاطفة جياشة وميل بدون تعقل. لا يكون كلام دقيق وتحقيق ومعرفة وفحص بكل معنى الكلمة. أما هذا اللي يصير بين العشاق، في الواقع هو كلام ليس له أي، حسب تعبيرنا، أي ضريبة، يعني لا ضريبة ولا كذا، يتكلم ويذرع لها بالجنة وهي تذرع لها بالجنة، فلما يدخل إلى بيت الزوجية تطفح المشاكل. فلذلك دعوة الإسلام، وإلا لو كان يعني كثرة المهور لو كان لها ميزة وكان لها على حال حسب تعبيرنا إيجابية، لما زوج رسول الله ابنته الوحيدة وهي فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم بمهر بسيط جدا. مهر الزهراء مهر جدا بسيط، لا إبل ولا نوق ولا خيول ولا كذا، وإنما 500 درهم على حال فضة اللي مهرها كله. وهذا يستدعي على أنه نعم. أنا أريد بس أذكر قضية، أرجوكم أنطوني دقيقة أو دقيقة ونص. تفضل سيدنا. شوفوا إخواني، أنا أعتقد أنه الزواج هو عقد ميثاق حياتي. نعم هو عقد شرعي كما قلت مثل التجارة، ولكن حياتي استراتيجي، مو كشراء عباءة أو شراء محبس أو شراء موبايل يوم من الأيام ما أرتاح لا أروح أبيعه وأستبدله. لا، الحياة حياة يعني قرار مهم وحياتي. هذا القرار الاستراتيجي لابد الإنسان أن يكون على وعي ودراية كبيرة جدا. فإذا حصلت على فتاة هي في واقع الحال تناسبني من جميع الجهات وعندها من الخصال الجيدة جدا، وكذلك الفتاة لو حصلت على شاب متكامل من جميع الجهات، فلتعلم وليعلم، يعني كلاهما، هم البنية تدري تفهم وهم الرجل خليفة، نعم. على أنه إذا حصلت على فتاة مكتملة أو متكاملة نسبيا، اعلموا أن هذه على حال فرصة وغنيمة جدا، وهذه الغنيمة لابد أن لا يعني نفقدها. فأنا شخصيا في اليوم قلت، وصار شوية كلام بعض الناس، أنا قلت شخصيا، قلت والله العظيم إذا جاء رجل، يعني إذا تقدم شاب لبنتي ورأيته إنسانا على حال فيه ما يرضيني وما يقنعني، فإني في واقع الحال لا أطلب شيئا أصلا كتاب الله وعلى حال وحج بيت الله الحرام وشيء معنوي بهذا المعنى. ليش؟ لأنه يا أخ أستاذ مرتضى، نعم، أنا لما أشوف شاب طيب من جميع الجهات، بعد بأي ثمن هذا قيمة؟ يعني بأي ثمن؟ لا ثمن له واقع، لا يعني لا يثمن، نعم. لا يثمن. وإذا شخص سفيه وشخص غير يعني غير لائق وعنده أموال الدنيا، لو مليار ما تفيدني، لأن هو شقاء بنتي وأذية بنتي وطلاق بنتي وترجع لبيتي، هذه في الواقع ملياراتهم على حال
ما يعني ما تقدر المأساة اللي أنا أعيشها. فلذلك حساب القضايا بالأموال، حساب بالدراهم والدنانير، هذا حساب جدا ضيق وجدا سطحي، الإنسان لازم يكون أعمق. نعم. وأنا شخصيا قلت وأقول بملء فمي، بناتي دارسات، بناتي دكتورات، ولما زوجتهن ما طلبت إلا القرآن الكريم، القرآن الكريم وحج بيت الله الحرام، وكلهم يعني حتى دكاترة. هم واحد قال لي يعني أحد النسبان قال سيد المحكمة قالت شنو قرآن، ما يصير قرآن، لازم فلوس. فيقول والدتي قالت اكتب 35 مليون، كتبوا 35 مليون بالعقد الرسمي. إجاني مرتاح الله يحفظ الدكتور، قال عمو سوان العقد المحكمة، قلت له إيه أشوفه، قلت له شو 35؟ قال بعد هم ما شفت أبدا، ترجع وتبطله، ما أقبل ما أقبل. قال سيد ليس كذا، قلت له أبدا، أنا أريد أترك قضية مو فقط قولية، هم رسمية هم شرعية، على أن هذه إحنا طريقتنا، على أنه من إذا وجدت إنسانا لائقا وطيبا، قضية الفلوس بعد ما إلها قيمة انصافا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. لذلك شوف الفنانات والفنانين مليارات وملايين، هاي متزوجة 4 مرات وذاك متزوج 7 مرات، هاي مطلقة 5 مرات، وشايفين صحيح سيدي، يعني ماكو فد استقرار، وإنما سلعة على حال رخيصة من هنا وهناك. فدعوة الإسلام هذه أيها الأخوة، الآباء تعالوا فكروا في أولادكم بشكل جدي، فكروا في بناتكم بشكل جدي. الترك الأولاد بدون زواج وتعطيل أمر الزواج هذا في الواقع خطر، ينذر بكارثة، واللي يشوفوها واللي تسمعوها من جرائم وهروب البنات من بيوت آبائهم وهروب الأولاد من بيوت آبائهم، إنما هو في الواقع الحال نتيجة التعسف العاطفي والتعسف الاجتماعي اللي في كثير من الأحيان نعيش. أحسنتم سيدنا الكريم، يعني كلام مهم جدا في مجتمع بحاجة إليه، يعني لأنه الأرقام في المحاكم سيدنا بصراحة لا تبشر بخير إطلاقا. على بركة الله مشاهدنا الكريم، الآن نفتح أمام حضرتك باب المشاركة والاتصال، تقدر تتصل الآن من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، أو تقدر أيضا تبعث برسالة صوتية من خلال الكيو آر كود الموجود أسفل يمين الشاشة، توجه الموبايل عليه هذا الكود وتقدر تفتح تطبيق المجيب وتبعث برسالة صوتية، وإن شاء الله يسمعها السيد هنا في البرنامج ويجيبك عليها إن شاء الله تعالى، تطبيق المجيب يعني. نأخذ أول المشاركات إخواني الكرام، رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا، هل إن لبس الجوارب واجبة في الصلاة، يعني تغطية الكف واجبة في الصلاة عند السيد السيستاني، جزاكم الله كل خير. شكرا للأخت الكريمة، واسمح لي سيدنا شوية نخلي السؤال أكثر عموما عن المرأة وتغطية القدمين حتى في غير الصلاة في الشارع أمام الأجانب، تفضلوا سيدنا. المرأة في الواقع مكلفة على أن تستر نفسها باستثناء قرص الوجه والكفان. نعم، قرص الوجه والكفان، كفان يعني دون الزنت المعصم، المعصم يعني لو لابس سوار لابد السوار لا يطلع. نعم زين، وهذا يعني أنه القدمان لابد من سترهما. نعم، أمام الناظر الأجنبي. بأي شيء أسترهما؟ بالجراب الأبيض الأصفر الأخضر الأحمر كذا، بجراب على حال لا يكون مثير، لا يكون هو بحد ذاته الزينة. نعم. واحدة تلبس جراب بس هو الجراب كله مزركش، هذا جمل رجلها يعني، مو أنه ستر رجلها. نعم، فيكون خلاف الغرض يعني. أما مسألة الصلاة، إذا تكن تصلين وحدك في البيت، إذا وحدك في البيت بالغرفة لا يحتاج الإنسان أن يلبس جراب، بس إذا في الملأ العام في الصحن الشريف أو في المساجد العامة في حرم النبوي حرم المكي لا بد أن تكون المرأة لابسة جراب. نعم. يعني إذا موجودين رجال أجانب ناظر أجنبي. نعم، يعني هذه المنطقة سيدنا المفروض ما تنستر بالصلاة إذا ما كان هناك ناظر أجنبي، منطقة القدمين. مو واجب، القدمان ليس واجبين تغطيتهما في الصلاة، ولكن
إذا كان ناظر أجنبي ما يجوز. واضح، أحسنتم سيدنا. نسمع مشاركة أخرى إخواني الكرام، رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا، عندي سؤال بس. أنا يقولون سبحة الجمعة يغني عن الوضوء، صح لو لا؟ انتهى السؤال، تحياتنا للسائل، شكرا جزيلا. غسل الجمعة سيدنا، هناك روايات كثيرة تؤكد على استحبابه بشكل كبير جدا، إذا تحدثنا عنه قليلا لطفا سيدنا. شوفوا أستاذ مرتضى، الروايات التي تعرضت إلى الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة، غسل يوم عرفة، غسل ليلة 15 شعبان، غسل ليلة القدر، ليلة القدر، غسل يوم الجمعة، غسل مولانا الجليل نصف الشهر رجب، أو غسل ما أدري يوم عرفة، أغسال كثيرة. هذه الأغسال المستحبة هل تجزي عن الوضوء أو لا تجزي؟ نعم، الفقهاء يقولوا كل غسل ثبت دليله برواية صحيحة معتبرة، برواية دليل استحبابه سيدنا، إيه تشريع، يعني ثبت تشريعه، نعم يعني المولى أثبت تشريعه، مو عندنا روايات ضعيفة، روايات مو معتبرة، ما معلوم إنه قايلها، قد تكون روايات جعلية. نعم. أحسنتم. فلذلك كل غسل ثبت بدليل معتبر وشرعه على حال الرسول الأعظم والأئمة الأطهار فهذا يجزي عن الوضوء، فهذا يجزي عن الوضوء. وأي غسل لم يثبت دليله، يعني ما ثابت دليله أن هذا جقيد قوي، لذلك يقول أنه لا يجزي عن الوضوء. والآن الفقهاء في كتب الفقه شي يكتبون الأغسال المستحبة التي تجزي عن الوضوء، غسل الجمعة، غسل الإحرام، غسل دخول الحرم الشريف مكة يعني، وهكذا يكتبون. فلا بد الإنسان ماذا يتابع هذا الأمر. نعم، نعم. غسل الجمعة يجزي عن الوضوء ولا إشكال في ذلك. وقته سيدنا، وقته من طلوع الفجر يوم الجمعة، نعم، إلى غروب يوم الجمعة، ولكن بعد الغروب يمكن أن يغتسل قضاء، ما في مشكلة. أحسنتم سيد، يعني يمتد للغروب إلى يوم السبت أيضا. سيدنا الكريم، بما أنه حضرتك تحدثت قبل قليل عن موضوع الزواج وغلاء المهور والتعسف، التعسف شوية ما أشبعناه بالكلام، وصلتنا أيضا توصل دائما رسائل عن أو من قبل بعض الشباب يعانون من تعسف آبائهم أو أمهاتهم أحيانا في تنفيذ رغبتهم في الزواج، تعليقك عن هذا الموضوع سيد. شوفوا أستاذ مرتضى، للأسف الشديد يعني الآباء ما جاي يحسون مدى خطورة الوضع الاجتماعي، يعني الآباء يتصوروا أن يعيشون قبل 80 سنة 50 سنة، اللي بالكاد عنده راديو، هذا الراديو الترانسستر هذا الكبير، نعم، وبالقوة أنه يسمع لشيء، أو التلفزيون اللي أسود وأبيض لا يبين شنو، لا يبين اللون، لا يبين الرائحة، كل شيء ماكو. الآن هم لم يعرفوا أن ما يجري اليوم من تواصل ومن تعايش ومن مولانا السهولة في الوصول إلى كل شيء بالمباشر، يعني بالمباشر يفعل كل شيء، زين، هم لا يفهمون ذلك ويحاول أن ما يفهموا، ولذلك ما يحسوا بالخطورة. فلو يعلم الأب أن ولده في خطر، أنا شخصيا جاء أقولها بصراحة، الله شاهد بصراحة، سنة 2003 نعم سقوط الطاغية، ابني سنة ثانية الجامعة، سنة ثانية الجامعة، شاب صغير يعني كان تقريبا 20-21 سنة، 20-21 سنة تقريبا، قلت له بابا ما تدخل الجامعة، ما تدخل الجامعة إلا أنا عقد لك على واحدة، خلي ماما تروح شوف لك أنت شوف منه كذا، وعقدت له، عقدت له، دخل الجامعة هو عنده وحدة حليلته. ليش؟ لأن أدري ماذا يجري في الجامعات، أدري. وهو بعدين يقول لي بابا تدري ايش قاعد يتحارشن بنات معانا، يتحارشن هن. فأنا لما أحصن ولدي راسي بارد، وأمانتي أمام الله أنا شنو أديتها.
فحصنت. والآن هو يقول لي بابا تزوجتي كلش مبكر، والآن هو مرتاح عنده ولد الآن هو عمره 18 سنة. الله يحفظ. زين والآن إن شاء الله نزوجه هذا ولد يعني إن شاء الله تعالى. وهذا في واقع الحال. نعم. يعني الجودة في الأمر أنه أولا أنت تشوف ذريتك بشكل أسرع، تستانس بذريتك، تستانس بأحفادك، مو أنه أنا في واقع الحال أتأخر أخر أخر. واحد متزوج عمره 35 سنة شيل يشوف هذا إلى أن يصير عنده طفل، إلى أن يكبر طفله هو بدأ عصى ويتعكز. فالسعادة أنه إنسان على حال يسهل على أولاده، يفتح الباب عليهم. نعم. ويستشعر المخاطر الكبيرة. أنا أرجوكم أرجع إلى النقطة. نعم. استشعار المخاطر الكبيرة أيها الآباء، نحن في شو سموا أنتو في منطقة ألغام. نعم. ألغام مهلكة، فتعالوا احفظوا أولادكم وحصنوهم بالزواج. أحسنتم سيدنا نور، تفضلوا. أفقدنا اتصال نور، تحياتنا، نأسف لتأخير على الخط، وإن شاء الله يرجع يعود للاتصال أو ترجع تعود للاتصال نور. تمام، نسمع مشاركة صوتية إذا الاتصال راح. نعم نور، نور تفضلي أختي. بس نصونا صوت التلفزيون أختي الكريمة أو ابتعدي عن نروح المكان ثاني. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. لا التلفزيون وخري عنا أختي، أو طفيه أو روح الغرفة ثانية يعني. حجاب شرعي يعني تغني عن العباية أو لا؟ شكرا جزيلا للأخت الكريمة. نأمل دائما الأخوان المتصلين أن وخر عن التلفزيون حتى صوتك يكون واضح ونسمع سؤالك ونقدر نفهم منك عندك مداخلة. ساعة احنا اضطرينا ننهي اتصال الأخت نور بسرعة وما قدرنا نتناقش فيها حول سؤالها. عموما هو تقريبا سؤال واضح سيدنا، وهذا يتكرر السؤال سيد، أنه يفترض أن نلبس العباية والجبة يعني حجاب شرعي. تفضل. أنا أخشى من أن أقول الجبة كافية. ليش تخشى سيدنا؟ لأنه أنا قبل 16 سنة 17 سنة لما طلعت على البرامج قلت أيها الأخوات، العباءة الحجاب الأمثل، العباءة هي الحجاب الأمثل والأفضل، ولكن يمكن الإنسان أن تكون حجابه بشكل آخر. هذا قلته، ولكن بعدين تندمت. ليش؟ للأسف لأنه الشيطنة والشياطين والآخرين عندما يجدون متسع على أن الفتاة تضع العباءة على جنب، تضع العباءة على جنب، تلبس المانتو، تلبس الجبة. أول أيام الجبة عريضة وطويلة، بعدين شوي شوي صارت ضيقة، صارت قصيرة، صارت مزركشة، صارت الآن قميص، لابسة قميص بعنوان والله هذه جبة على حال موديل جديد. فأقول أيتها الأخت الكريمة، كل ما يستر به الإنسان بدنا وكل ما تسترين به هو حجاب، ولكن ستر وليس حسب تعبيرنا اللبس. اللبس غير الستر. واحدة قالت لي شنو رأيك بالبنطلون؟ قلت البنطلون لا إشكال في لبسه. إش فهمت؟ فهمت أنه سيد يقول أن البنطلون حجاب. قلت لها وشون حجاب بنطلون؟ بنطلون مبين معالم بدن كله يعني هذا يغري. نعم أنت تلبسين بنطلون تحت العباءة تحت كذا ما في مشكلة، ولكن لبس الملابس ليس حجابا وإنما الستر حجاب. نعم. كيف أستر؟ أستر معالم البدن ومفاتن البدن عن الناظر الأجنبي. أحسنتم سيدنا. اتصال مشاركة منه؟ مالك تفضل يا مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. الله يحفظكم. عندنا يعني صار سجال بيني وبين صديقي حول موضوع رواتب السياسيين العالية. نعم. هاي اللي يقاضوها هم يعني حسب عقلنا البسيطة احنا صار سجادة يريد الفصل من السيدة انه هذه حلال او حرام. للعلم هم يشرعوها نفسهم يعني. هو الشعب ما راضي بهذا الشيء يعني. اذا امكن السيد يقدر يجاوبنا ان شاء الله تسمع الجواب. عندك سؤال اخر؟ ثاني
اي والله سؤال ثاني انه حول توجيهات المرجعيه الرشيده بصلاه الجمعه او الناس او صلاه الجمعه او شيء ما في يعني الجمعه راحت انتهت يعني هل يعني شنو الموقف؟ ما حد يعرف يعني انه صلاه الجمعه مستمره شنو. اخي مالك يعني الخطبه اقصد يعني الخطبه موجوده ايضا مستمره الخطبه عتم سيدنا عتم الحسيني ما في الخطبه العباديه حتى العباديه تمام انا اعتذر المعلومه ما كانت عندي دقيقه شكرا للتصحيح سيدنا اشكركم تحياتنا لك شكرا جزيلا عفوا تفضلوا سيدنا رواتب سياسيه الاخ قال انا بعقلي الصغير لا تعقلك كبير ما شاء الله وانت ما شاء الله فاهم وعاقل وتليفونك مداخلتك تبين حرصك وفهمك وثقافتك فانت على حال افضل من غيرك بس شوف يا حبيبي التشريعات اللي سببت او كانت سبب لرواتب وامتيازات كبيره للمسؤولين او لبعض الشرائح سماحه السيد السيستاني اعطى بيانات اعتقد في صلاه الجمعه اللي الان معطله طبيعه الحال بعد كورونا ما صارت صلاه الجمعه بشكل واضح قال نحن نخالف تشريعات التي تسن وتشرع امتيازات وحقوق ورواتب وعلى حال امتيازات كبيرة للمسؤولين وللنواب وغيرهم والقضاة فإن هذه في الواقع مجحفة لابد أن لا تكون زين سيدنا تقول لابد أن لا تكون بس هم سووها فهاي من ناحية القانونية مشرع نعم الناحية القانونية مشرع فأنا إذا شيء مشرع أريد أخذه وهو حقي القانوني فيجوز فقاء يقولوا نعم أنت ما بايق يعني هذا لست متجاوز على المال العام أنت تأخذه بقانون نعم هم غير يعني غير منصفين ولكن على حال هذا قانون الآن مثلا بعض الشرائح عينوا لهم رواتب ضخمة بعض الجماعات على حال أنطوهم امتيازات ولكن هذه قضايا في واقع مقننة نعم ندعو ونطالب بإلغاء هذه الامتيازات نعم هذا شغلنا إحنا وشغل الجماهير أنه ألغوا امتيازاتكم ألغوا درجاتكم الوظيفية ألغوا كذا نعم يمكن ولكن عموما الوضع طبعا أحسن هذه خلوها في بال حتى نكون منصفين يعني من يعني عهد الأخ العبادي الوضع كان يعني صار أحسن قللوا كثير من الرواتب وليست كما كانت قبل عهدي قبل الجواب على السؤال الثاني نأخذ اتصال من الأخ عادل تفضل يا عادل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا عندنا استفسار هو يخص العشائر ما يخص العشائر تفضل عندنا ولد عنده ستوته نعم وصعد ويا ابن عمه نعم هم بيوتهم نفس البيت تقريبا بيت بصف بيت منطقه ريفيه هم الصبح يسوقون بس علي لي شويه صوتك خلي اسمعك بوضوح نعم صعد ويا ابن عمه صعد ويا ابن عمه فاثناء الطريق وقع انكسرت ايده وقع ابن عمه انكسرت ايده انكسرت ايده وما شاء فابو الولد راد من اخوه فصل العشيره ما انطته فصل قالوا أنا نحولها على الدين يعني هو صعد بلاش وما أخذ بلاش بيت واحد يعني يوم يرفون ويردعون يعني الستوتة خادمتهم اثنينهم الستوتة مو إلهم طالبينها طلبة بس شوي واحد. اختصر لي عادل الله يخليك اي بس إلها بالشرع لو ما لها تمام جيد. عادل بس حتى أعيد السؤال ويا حضرتك شوفها صح لو لا ولد عم يرحون ويجون يوميا للعمل سوية والواحد أبو الستوتة والثاني مصعد ابن عمه وياه يوديه ويجيبه فهذا صاعد وياه وقع انكسرت إيده يردون فصل من ابن عمه اليومية يوديه ويجيبه صح؟ صحيح شكرا على اتصالك تفضل سيدنا بعدين نرجع المالك على سؤال الثاني سيدنا على عادل لطفا إيه هذه فت قضية الآن صايرة يعني فت قضية أنه أي واحد يصعد بسيارتي وأي واحد يشتغل ببيتي وأي واحد ما أدري يكون جنبي وصار عنده مشكلة أنا أتحمل مسؤولية هذا ماكو شكل شيء يعني الآن يجي عامل بنا طاح من فوق وتكسر وأنت لازم تتفصل ليش أنا أتفصل يشتغل عندك زين هو ما دار بال هو لازم يخلي حسب تعبيرنا
شروط السلامة والأمانة السلامة وكذا، هو إنسان عليه حال غير منضبط. هذا الشيء يصير للأسف، وجات تجيني أسئلة كثيرة، سيدنا أنا عليه حال جبت هذا على أساس يسوي لي فلان شيء وطاح وتكسر، ويقول له تعال كذا، هذا هو طاح، غير يجيب درج جيد، غير يجيب سلم طيب كذا، أما أنه درج وخربان وهو يطيح وأنا أتحمل. هذا كلها أعتقد صارت ضمن أعراف، والشرع لا يقبل هذه الأعراف كلها. لذلك أكو تقيدات. شنو؟ إذا كان الإهمال من صاحب البيت، يعني لازم يطفي الكهرباء هو ما طفي الكهرباء وذاك مسكين كهرباء، أو لازم ثاني شيء يسوي أبو البيت، إذا كان التقصير على صاحب البيت نعم. يتحمل. الآن الأخ صعد في الستوتة، شايفينه ما قعدوا بالستوتة شو يسوون وكذا، ويلعبون ويرقصون وكذا، وأنا أشوف بعض الحين أشوف راح يطيح ويسوون مشاكل، هذه واحدة مشاكل. أنت تركب الستوتة طاح، شنو اللي أنا شنو مشكلتي؟ يعني أنا مسؤول؟ تعالوا أثبتوا إذا كنت أنا مقصر يعني كنت أناور في سياقة الستوتة بشكل اللي سببت سقوط ابنكم، نعم أنا. أما إذا أنا أمشي مثل الأوادم ما يستحق. تمام سيدنا، الأنكى من هذا أنه أحيانا إذا لص عبر على بيت وأنت دفاعا عن مالك عن بيتك عن أرضك صوبته أو أذيته أو اقتلته، فأسأل قتل شيء ثاني مجرد أن صوبته فأنت تتحمل مسؤولية عشائرية أحيانا. عجيب. نعم سيدنا. نعم. وهو سارق. ما شاء الله. مع العلم أنه الذي ينتهك عرضي وللدفاع عن نفسي دفاع عن النفس بيني ما بين الله، مو قضية يعني كيدية، لا بيني إجاني يريد يضربني، يجوز لي أن أقتله. ليش؟ لأنه يريد يقتلني، فالدفاع عن النفس واجب، الدفاع عن النفس واجب. نعم تقدر سيدنا أن تضربه مثلا في أماكن غير قتالة، بل يمكن، ولكن إذا أنا قتلته شنو يعني؟ فلا إشكال في ذلك إذا كان في حال الدفاع عن النفس. وماكو سيدنا منفذ سوى القتل يعني؟ يعني شنو؟ يعني أنت كنت تقدر ما تقتله، تقدر توقف خطورته بدون قتل يعني؟ إذا ذاك الوقت بعد كل شيء واحد إذا يقدر وكذا نعم يصوبه يعوقه، أما أنه يجوز لي أن أقتل من أراد قتلي، الجواب نعم. طيب سيدنا نرجع لسؤال الأخ مالك، وسأل عن يعني سبب توقف توجيهات المرجعية في صلاة الجمعة، ما أدري إذا كان الموضوع أي حضرتك. لا هذا لازم تسألون مكتب السيد. نعم. يعني سماح السيد هو المعني يعني، وأعتقد السيد أحمد الصافي الله يحفظه وهو أخونا العزيز السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي العتبة العباسي، وهو أحد خطيبي صلاة الجمعة في كربلاء، عنده فد مقطع الآن انتشر قبل كم شهر أنه ما هي الدواعي لتعطيل خطبة الجمعة، هو يبين بعض الأمور. الخطبة دون الصلاة سيدنا، وهذا كافي، الصلاة والخطبة ها كلاهما. إذن هذا تصحيح، وأعتذر للمشاهد الكريم لأنه معلومتي ما كانت دقيقة بالبداية. عندنا اتصال منه، أسعد تفضل يا أسعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا العزيز شلونكم؟ ممكن داخل السؤال؟ تفضلوا عزيزي. الله يحفظكم مولانا. أنا أشتغل بشركة أجنبية. نعم. داخل الحقول النفطية، والكادر اللي أنا أجانب يعني من غير جنسيات ومن غير ديانات. نعم. بعضهم نصارى بعضهم يهود، يعني كفار خارج الملة الإسلامية. نعم. فطريقة التعامل لنا دائما احنا لازم تماس مباشر وياهم، يسلمون علينا التماس يعني حتى من الأكل من المطعم داخل المطعم. شنو حكم يعني حكمهم بالنسبة للنطاحين مثلا؟ نسلم عليهم بالمواعين يعني هذا داخل المطعم. زين سؤال أسعد، هم يطبخوا لكم أكل ولا أنتوا بس تلتقون بمكان تأكلون بيسم؟ اللي يطبخ لنا مسلم شيعي. زين. الطباخ بس الأواني اللي كانت تستخدمها واحدة يعني كل يستخدمها. واضح. عندكم مداخلة سيدنا. طريقة السلام العفو سيدنا، يعني هم من أكو بيهم يعني يعرفون اللهجة أو اللغة العربية العفو، فيقولون السلام عليكم. إحنا طريقة رد السلام الجواب مالتنا نفس الطريقة والمسلمين لو تختلف الصيغة. تمام. سؤال آخر. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. شكرا لك على اتصالك وتحياتنا لحضرتك. تفضلوا سيدنا. أولا أنه أهل الكتاب المسيح
واليهود هم يعني لم يحكم بنجاستهم، فهم من ناحية الطهارة طاهرين. نعم ذبيحتهم أنا أكلها، ذبيحتهم غير مذكات، ولكن أسماكم ناكلها إذا هم صادوهما في مشكلة. ونعم الرطوبة بينك وبين الكفار الذين يكفرون بالله وبالأديان السماوية كالبوذيين والهندوس وغيرهم، هؤلاء في واقع الحال لابد أن لا تكون هناك رطوبة فيما بينكم. نعم. الطباخ هو مسلم وجاء يطبخ، والأواني الأجهزة تغسلها، أجهزة عادة تغسلها، ما في مشكلة. نعم. بس أما إيدك رطبت صافح واحد بوذي، هنا شوية مشكلة من هاي الناحية، أي تزال بمجرد أن يغسل إيده سيدنا. تمام. طريقة السلام هو قال إحنا نقول لهم، يقول لنا السلام عليكم، وعليكم السلام. وعليكم السلام، ليش ما تقول عليكم السلام؟ عليكم السلام. تقول سيدنا شلون يعني أنا لما أجاوب يعني أدعو له بالسلام، أدعو له بالسلام، ليش ما تدعو له بالسلام؟ نعم هاي اللي يمكن أنت سامع الشاية وصار عندك خلط بالمسألة. نعم سيد. كان رجل يسلم على رسول الله بطريقة حسب تعبيرنا شنو؟ نعم. خبيثة. يقول السلام عليك، يدعو على الرسول السلام عليك، السلام يعني الموت، فالرسول الله كان يقول عليك وعليك. هذه إذا شفته جاي يسبك جاي شفته كذا أنت نعم. يقول له نعم وعليك. أما أنه السلام عليك هو سامع كأنه سيدنا الأخ أسعد السلام على من اتبع الهدى ربما، هذا بالعركات. إذن إن شاء الله السلام دائما بالعركات، السلام إن شاء الله موجود. ذاك يقول أنا حق وذا يقول باطل وكذا، يصير عركة، يقول السلام على من اتبع الهدى. أبو عباس تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال السيد. تفضل أخوي. جيراننا عندهم حلال وباقوا حرامية. نعم. والبيت تشيل بكال حرامية. شلون عفوا عيد لي؟ جيران عندهم حلال وباقوا حرامية من يومهم. تمام. ولقيت 60 بكال حرامية. لقيت شنو سيدنا؟ ما أدري. ما مو واضحة شنو لقيت؟ 60 60 60 إيه. سكينة. هل هتشيل حلال حرام وين وديها؟ تمام. إيه. تمام. إن شاء الله تسمع الجواب أخوي. رحم الله عليك، رحم الله عليك. تحياتي، شكرا جزيلا. تفضل سيدنا. هو مسروق مسروق. لا هو جيران المسروق. أيه. سيد. مسروقين حلال ويسأل عن سكينة، جزاه الله خير. الله يوفقك. على حال هاي السكينة مو يعني مو لأحد يعني، فهنا ما تعرفون صاحبها فتصدقون بها عن صاحبها. أحسنتم سيدنا. نأخذ مداخلة أخرى، رسالة صوتية مثلا. نأخذ اتصال، مو مشكلة نأخذ اتصال. احنا مستمرين ويا الأخوة الكرام مشاهدين الأفاضل على امتداد الوقت القليل المتبقي ضمن هذه الحلقة باستقبال الاتصالات من خلال الاتصال على الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة. ويانا اتصال من الأخت زهراء. تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولضيفك الكريم المحترم سماحة السيد رفيق الحسيني. حياكم الله أختي، يا أهلا وسهلا. تفضلي. سؤالي للسيد، اليوم الشاب قام ما يدور على زوجة ربة بيت، يريد بنية أن يكون عندها راتب، أن تكون موظفة، أن تكون صاحبة جمال. أنا من الناس اللي يجون يقولوا لي شوفيني مثلا مرة بس تكون موظفة، وكثير من البنات قاعدة بالبيت خطية، ما جاي يجيهن نصب من وراء هذا الشيء. أريد السيد يعلق على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك، تحياتنا. صميم موضوع الحلقة، تفضلوا سيدنا. أنا شاكر الأخت يعني مداخلتها في صميم البحث اللي كان عندنا، وهذه إنعم من ما أدش أقول من مشاكل اجتماعية أن الزوج يبحث عن موظفة ويبحث عن صاحبة راتب. أقول ليش؟ يقول حتى تعيني. على حال هذا ليست رؤية جميلة وليست على حال خطبة حكيمة. تعينك على إيش؟ أنت اللي لازم تنفق على البيت، والنفق عليك أنت واجبة مو على الزوجة. شيء ثاني، أنت تدري أن هذه الوظائف وهذه الاختلاطات وهذه الكذا كم لها من تداعيات سلبية. ولو أقول لكم بصراحة كم نسبة المشاكل والطلاق بين الزوجين اللذان هما ماذا
موظفين يعني من تدريسيين ودكاترة ومهندسين وموظفين. ليش؟ لأن المرأة لما تروح إلى الدوائر وصير عندها راتب وصير عندها شخصية وطابة وطالعة، ليست كالمرأة اللي هي ربة بيت وتعتني بأولادها وتعتني بزوجها بالطريقة اللي كذا. فابحثوا يعني هالشكل، فكروا بالبعيد شوية، يعني انظروا إلى الأبعد. لا تتصورون أنه والله الراتب هو كل شيء وأنا أخذ لي وحدة حتى عندها تقاعد عندها كذا. صدقوني قد تكون هذه ليست امتيازا، وإنما قد تكون هي سبب لانهدام الأسرة وانهدام العلاقة. من هالشكل عند الرواية في بالي هالشكل، من تزوج امرأة لمالها وجمالها فلا يحصل لا على مالها ولا على جمالها. أحسنت حسين. أحمد تفضل أخويا. حبيبي أنا بالنسبة لي عجان كسر، لقيت فلوس. عندك شنو؟ لقيت فلوس بالشارع. لقيت فلوس نعم. لقيت فلوس بالشارع. بالنسبة لي رأيت أبو الجامعة، الجامعة أبو الجامعة شقال يقول ما تحمل ذمتين. نعم بس نصي التلفزيون أو أخر عن أحمد. حبيبي أنا بالنسبة لي لقيت فلوس بالشارع وأبو الجامعة قال لك ما أخذهن منك. تمام. قال ما أخذهن. أنا بالنسبة لي يعني دخلت فيهن، يعني قال لي بالنسبة لي سنة وخذهن، يعني قلت أنا بالنسبة لي أنا أجيب لذلتي. قال رأيت رجح له بكانهن، قلت له أبو شو رجح له بكانهن مثلث يعني واحد يأخذهن أو تمام. يعني هو مبلغ يعني كبير. إن شاء الله راح تسمع جواب السيد. بس عندك سؤال ثاني أحمد؟ حبيبي عليك شكرا. زي خلي أنا أسألك قبل لا تروح أحمد لطفا. حبيبي بالمرة الجاية إذا قاعد تمشي بالشارع وشفت فلوس راح تشيلها لو لا؟ أي ما ماشي. شكرا لك على اتصالك. تحياتي لحضرتك. تفضل. أحسنت سيدي. يعني تجربة جيدة. شوف حبيبي اللي يشيل فلوس وبالشارع يتورط. لو الإنسان كلنا لو لم نأخذ شيئا ولم نلتقط شيئا لصاحب المال يرجع ويحصله وياخذه. احنا مشكلتنا من نشيل حاجة نتحمل مسؤوليتها. ليش؟ لانه صرنا احنا اصحاب يد امانة شرعية. هذه امانة شرعية بيدك، والامانة الشرعية لابد ان تطلع من ذمتها. فشو اللي لازم تسوي لمدة سنة كاملة؟ سنة كاملة تكتب شنو؟ اعلانات. طبعا اذا كانت الفلوس معلمه يعني شنو جوزدان او محفظه او في شيء علامه يعني. اما هالشكل فلوس طايحات هذه ما يحتاج. تعطي الفقير وفي امان الله. تعطي الفقير حسب رئيس سيستان الله يحفظه، تعطي له فقير. اما غير سمح سي تقدر انت تاخذه اذا كانت غير معلمه، يعني اوراق نقديه طايحه على الارض. فبعد هاي بعد مرور فتره سيدنا لا 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 ما يحتاج يعني ما بيها علامه. يعني شلون اعرفها؟ يعني التعريف يحتاج انه يجي يوصفها والله بجوزان احمر اخضر كذا في كذا بمدري ايش. هذا ماكو علامه. شيء اخر اخي، صاحب المسجد لما ما قبلها خير ما فعل، يعني ليش يورط نفسه؟ قال له بابا ليش ورطني انت؟ بس انه رجعها ما تقدر ترجعني، انت صرت ضامنا يعني ما تقدر ترجعها. فالمفروض هسه سيدنا شو يسوي؟ أنه إذا كانت يعني من غير علامة تصدق بها عن صاحبها. وإذا كانت بعلامة؟ إذا كانت بعلامة يكتب إعلانات بالمسجد بالمحلات بالبيوت على الحيطان على الجدران، تكتب من فقد مالا فليتصل على رقم التليفون الفلاني. وأي واحد يتصل يقول له حبيبي إيش قلت؟ يقول لك يا أبي أنا فاقد مثلا 25. يقول لا حبيبي في أمان. إلى أن يقول لك المقدار بالضبط ذاك الوقت يقول له تعالوا خلاص. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا لوقتك الثمين. سلمكم الله. شكرا للحديث عن هذا الموضوع المهم، موضوع الزواج ومشاكله. شكرا مرة أخرى سيدنا. حياكم الله. سلمكم. الله يحفظكم ووفقكم. الشكر لكم أيضا إخوتي الكرام على طيب استماعكم مشاهدتكم متابعتكم لبرنامجنا. إن شاء الله موعدنا كل ثلاثاء مثل هذا الوقت. شكرا. في رعاية الله وحفظه.